السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه AI Draw، تقدر ان انت مثلا تديله صورة وهو يبدأ يرسم الخطوط اللي موجودة في الصورة بالشكل ده. طيب خلينا احط له اي صورة من عندي، مثلا الصورة ديت، او عنده library، لكن انا افضل ان انا اديله صورة ما يكونش هو اتدرب عليها، ممكن تكون معمولة بشكل مانوال، ونشوف هيعمل ايه. فبدأ هوت الصورة، هي بدأت توضح شوية، وممكن تتحكم في الألوان، وممكن تتحكم في اللاين ويتس قد ايه، ممكن تتحكم في الكرياتيفيتي. طبعا في إمكانيات أكتر بكتير لو دوست على الزرار دوت. تمام، عندك هنا الالوان اهيت، عندك النوع القلم، هل هو حبر ولا ايه، ماكس سايز، الويتس، في اختيارات كتير جدا عشان توصل للحاجه اللي انت عايزها.